جرت العادة أنه مع الإرجاء لمثل هكذا أمور أن هناك مشكلات، وربما يفضي الأمر إلى عدم الإقرار أو الفيتو الأمريكي. تماما صحيح هذا الكلام، لأن الموقف الأمريكي عمليا يرفض إطلاق النار، هذا كان الحال منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بشكل مشترك مع الولايات المتحدة وبسلاح أمريكي ضد الشعب يعني الفلسطيني في قطاع غزة. لذلك الولايات المتحدة حتى الآن ترى بأن إسرائيل يجب أن تواصل العملية العسكرية وأن تتمدد أكثر ربما لمناطق أخرى، يعني خلافا لما تزعمه. هذا ما يحدث أيضا يكشف حقيقة الموقف الأمريكي حتى من قضية المساعدات الإنسانية، إذ أن الولايات المتحدة حاولت أن تروج خلال الفترة الماضية بأنها تحتفظ بمسافة على بعد من الموقف الإسرائيلي فيما يخص عدد من القضايا، سواء فيما يتعلق بما أسماه الرئيس بايدن القصف العشوائي، وهذه جريمة إبادة بالمناسبة يعني، وجريمة حرب الذي تمارسه إسرائيل ويؤدي إلى المس بعدد كبير من المدنيين، أو فيما يتعلق بموضوع المساعدات الإنسانية وضرورة يعني زيادة عددها وبما في ذلك إدخال بعض الكميات من الوقود. اليوم نرى أن إسرائيل أن الولايات المتحدة حاولت أن تربط موضوع المساعدات الإنسانية بشروط محددة وفق التعديلات التي تطرحها يعني في مشروع القرار، وربط المساعدات الإنسانية لأي شعب ولأي منطقة بشروط يعتبر جريمة حرب. يعني الولايات المتحدة تريد أن تجعل المجلس الأمن يعطي الشرعية لجريمة حرب ترتكب في قطاع غزة بشكل يومي، حرب التجويع والتعطيش ومنع المساعدات الإنسانية وتقنينها إلى هذا يعني المستوى يعتبر جريمة تشارك فيها الولايات يعني المتحدة. ثانيا، هي تريد مشروع قرار في النهاية يعني لا يدين ممارسات إسرائيل بل يدين الجانب الفلسطيني ولا يتضمن أي أفق سياسي، ويربط كل يعني ما يحدث إما بأن بإدانة يعني حركة حماس أو بإدانة ما حدث في السابع من يعني من أكتوبر أو برفض الرقابة الدولية الأممية على تدفق المساعدات، وبالتالي تعطي لإسرائيل الحق في استمرار التحكم في تدفق المساعدات وتعطيلها كما يجري بشكل يعني يومي، عدد محدود من يعني الشاحنات التي تدخل، عدد محدود من الشاحنات التي تغطس تتمكن اصلا من الوصول الى مدينه غزه وشمالها، وهذا الامر يعني استخدام موضوع المساعدات الانسانيه وموضوع الاكل والادويه كسلاح في هذه الحرب المتواصله في قطاع غزه، ولكن هذه المره وبشكل سافر بشراكه كامله مع الولايات المتحده. هل تلجا الولايات المتحده الى تعطيل هذا القرار وربما يعني او استخدام الفيتو؟ نعم، انا اعتقد ان هذا الامر وارد، فعلت الولايات المتحده ذلك في مجلس الامن، وكذلك يعني صوتت ضد مشروع القرار في الجمعيه العامه، وسوف تواصل تقديم الحمايه وتوفيرها لاسرائيل ما لم يحدث ضغط يعني كبير. اعتقد ولكن يعني في الحديث عن بعض التفاصيل التي دائما ما يكمن فيها الشيطان، يعني الاختلاف أو الخلاف هذه المرة أو الاعتراض أو التحفظ، دعنا نسميها ما شئت، بشأن تفتيش الشحنات المساعدات، يعني أمر غير مفهوم، يعني ما الذي يضر واشنطن من هذا الأمر كي تتحفظ عليه؟ يعني أولا يعني حتى تكون الصورة الواضحة، منذ يعني مساء الاثنين يعني وحتى الآن يعني جرى التأجيل عدة مرات. بالمناسبة مثال الاثنين طرحت الولايات المتحدة بعض التعديلات على مشروع القرار، وخاصة المتعلقة باستخدام يعني كلمة بوس أو سسبند يعني تعليق أو وقف إطلاق النار، وجرى التعديل يعني قبلت تعديلاتها من قبل يعني الإمارات ويعني والتنسيق مع الجانبين المصري يعني والفلسطيني، ومن ثم عادت اليوم في اليوم التالي طلبت وقتا مستقطعا لكي تفكر. بمعنى ما الذي تفعله الولايات المتحده؟ هي عمليا يعني من يفاوض في على مشروع القرار هو اسرائيل، ولكن بلسان امريكي. الولايات المتحده تنسق كل هذه الخطوات وكل هذه التعديلات بناء على طلبات تقدمها لها يعني اسرائيل، ولذلك تعود يعني هي تبدو كانها وسيط ما بين اسرائيل وبين المجموعه يعني العربيه بشان هذا المشروع، ولذلك يعني هي تريد ان تعطي اسرائيل يعني صلاحيه الاستمرار في اخضاع كل الشاحنات وقوافل المساعدات، صلاحية استمرار التفتيش بالطريقة التي تقوم بها إسرائيل حاليا، أي بتحويلها إلى من يعني لتقطع 50 كيلو يعني من معبر رفح إلى العوجة أو إلى كفر سالة، معبر
سالم الذي جرى يعني تشغيله، ولكن لادخال بعض المساعدات يعني عمليا المساعدات ليست مساعدات التي دخلت، هي يعني بعض الشاحنات التي كانت محتجزه للقطاع يعني الخاص ولبعض يعني التجار. اما فيما يتعلق بالمساعدات فاسرائيل تريد يعني ان تواصل يعني اخضاعها لعمليه تفتيش بطيئه، يعني تستطيع ان تتحكم يعني بالتالي بعدد يعني القوافل التي يمكن ان تدخل يعني الى قطاع غزه. الاليه الواضحه هو ان معبر رفح يعني من الجهه المصريه هو معبر يقطع للسياده المصريه، مصر تستطيع ان تقوم بذلك، ومن اجل يعني اعتقد ان مصر ابدت مرونه بالموافقه على يعني جهات دوليه او امميه تقوم بالتفتيش في الجهه المصريه، يعني هذا يعني اعتقد موقف مصري يسجل لها يعني وليس يعني عليها. ومع ذلك الولايات المتحده تريد يعني ان تفرض الشروط يعني الاسرائيليه التي تعطي اسرائيل يعني اليد الطولى في التحكم في عدد ونساء وعدد وطبيعه المساعدات التي يمكن ادخالها الى قطاع غزه، ومن ثم هي تتحكم في داخل قطاع غزه بفعل انتشار يعني قواتها على شارع صلاح الدين وعلى شارع الرشيد ايضا من الجهه الغربيه مع البحر، وبالتالي يعني هي التي تمنع او تسمح بوصول هذه الشاحنه الى تلك الى هذا التجمع وهذا المركز من الايواء وغيره. طيب يعني في النهايه هل ستعقد صفقه ام لا صفقه يعني في ظل هذا التضارب في التصريحات؟ يعني لاحظوا نحن نسمع جمله واحده من المقاومه الفلسطينيه، لا يوجد صفقه في ظل اطلاق النار، يعني اي يعني وقف اطلاق النار، خمس كلمات، هذا ما نسمعه من الفصائل الفلسطينيه، في حين يعني نرى كما هائلا من التسريبات التي تاتي من اسرائيل في عبر وسائل الاعلام الاسرائيليه، كل يوم وفي كل ساعه نسمع يعني مرة أن إسرائيل مستعدة لهدنة لمدة أسبوع، مرة لأسبوعين، مرة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، هي مستعدة للإفراج عن يعني فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية يعني المؤبدات، فمرة ثانية نسمع أنها تتحدث عن 2 أو 3 يمكن أن يطلق سراحهم فقط يعني وليس أكثر من هذا العدد، وبالتالي هذا ما نسمعه من إسرائيل. أنا أعتقد أن إسرائيل ونتنياهو بشكل أساسي دخل في لعبة الوقت، يعني هو يريد ان يكسب مزيد من الوقت لكي يواصل يعني الضغط العسكري وتهيئه الظروف من اجل يعني توسيع نطاق العمليه العسكريه، وخاصه تهيئه الظروف من اجل ربما التمدد جنوبا باتجاه يعني مدينه رفح، ولكنه في نفس الوقت يريد ان يظهر امام عائلات الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين بانه يفاوض، وبالتالي هو يستخدم هذه المفاوضات والتلكؤ فيها وكل مره يعني طرح المزيد من 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 الشروط كاحدى الوسائل للتغطيه على العمليه العسكريه، وليس وبالتالي لا تصبح هي الهدف بل تصبح هي وسيله من اجل استمرار يعني اطلاق النار وليس وقف اطلاق النار. في كل الاحوال يعني يجب الانتباه الى ان الموقف الامريكي الاسرائيلي بهذا الخصوص ربما يحاول ان يعني يفاوض وصولا الى ما بعد منتصف الشهر القادم، ما بعد منتصف يناير، لان هذه الاسابيع القادمه هي الاسابيع الحاسمه في الشكل الحالي او المرحله الحاليه من العمليه العسكريه الاسرائيليه التي يستخدم فيها القصف يعني الجوي والبري يعني العنيف مع محاولات يعني قضم المزيد من جغرافيا قطاع غزه في الشمال وفي الجنوب وفي منطقه يعني الوسط، ومن ثم يمكن ما بعد ذلك ان يعني تستمع إسرائيل إلى الاقتراحات المتعلقة بإجراء صفقة تبادل بحيث يتم ربط كل ذلك بفترة تحتاجها إسرائيل للانتقال إلى مرحلة جديدة، يعني أي أن تستغل مرحلة الهدنة سواء كانت أسبوعين أو 3 أسابيع من أجل بناء يعني التحصينات لتركيز تموضع قواتها في المناطق التي تريدها يعني مناطق الحزام يعني الأمني، وهناك سيناريوهات عدة بخصوص شكل وطبيعة الحزام الأمني وموقعه سواء كان على شكل حدوة فرس في شمال قطاع غزة أو كان في وسط قطاع غزة أو كان في الشمال وفي الوسط أو يعني في كل منطقة غزة وشمالها أو كان في جنوب في الشمال وفي جنوب قطاع غزة أي بما يشمل يعني محور صلاح الدين أو المعروف باسم يعني محور فيلادلفيا أي الحدود المصرية مع قطاع غزة. هذه السيناريوهات على ما يبدو يعني سوف تحددها طبيعة العملية العسكرية مستوى التقدم الذي يمكن يعني أن تحرزه إسرائيل، وخاصة أنها تواجه يعني عثرات كبرى بفعل المقاومة الفلسطينية التي لا تزال قادرة على توجيه الضربات في مناطق تدعي
إسرائيل أنها سيطرت عليها بالكامل، وخاصة مناطق يعني الممتدة من يعني شمال الغرب إلى شمال إلى شرق مدينة غزة في جباليا، وصولا إلى الشرق إلى الشجاعية، وحتى يعني المعارك الضارية التي تدور في شمال وفي شرق خان يونس. هذا يأخذنا إلى الحديث عن الأهداف الحقيقية لهذه الحرب، يعني بالتأكيد ليست حماس، وبالتأكيد ليست يعني الإفراج عن المحتجزين. هناك أهداف لو لم يحدث ما حدث في 7 أكتوبر لكانت إسرائيل أيضا فعلتها من أجل تحقيق هذه الأهداف. تماما، يعني لا يمكن أن تكون هذه الخطط التي نرى تنفيذها الآن يعني في قطاع غزة قد وضعت يعني خلال ليلة وضحاها. الجيش الإسرائيلي دائما لديه سيناريوهات وخطط يستعد إليها، وهو كان يتدرب يعني أو كان يدعي أنه يتدرب يعني على يعني تنفيذ خطط تشمل اجتياح كل قطاع غزة، وهو يفعل ذلك أيضا فيما يتعلق بجنوب لبنان. هو يعني قام ببناء يعني مجسمات يعني لقرى شبيهة في قطاع غزة وشبيهة في قرى جنوب لبنان، وتدرب على ذلك، ثم جاءت يعني طوفان الأقصى في 7 أكتوبر يعني تهشم كل هذا التدريب وتظهر هشاشة يعني الجهوزية يعني العسكرية الإسرائيلية للقيام بمثل هذه العمليات. لكن السيناريو المفضل بالنسبة لإسرائيل هو أن لا يرغب فلسطينيين يعني لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. هذا أفضل سيناريو يحلم فيه يعني إسرائيل، أي استكمال ما لم تستكمله إسرائيل في نكبة العام 1948 بطرد كل الفلسطينيين من وطنهم. الآن إذا كان هذا السيناريو متاح، بمعنى إذا انتقلت إسرائيل في العملية البرية قلصتها الآن ثم أعادت الانتقال ما بعد هدنة يعني تساعدها على القيام بذلك بالاندفاع باتجاه يعني المحور الجنوبي، أي باتجاه مدينة رفح، أنا أعتقد أن يعني وهذا ما يقوله حتى محللون عسكريون إسرائيليون بأن الهدف هو دفع مئات الآلاف من النازحين الذين تم تكديسهم يعني في جنوب قطاع غزة نحو غرب مدينة رفح، وليس كل يعني رفح بل غرب المدينة. وغرب المدينة لا يتسع لكل هذه الأعداد في ظل عدم وجود لا خدمات طبية ولا مراكز يعني إيواء ولا طعام ولا مساعدات. وإذا ما استمر القصف والضغط العسكري باتجاه تلك المنطقة نستطيع أن نستنتج بأن دفع الفلسطينيين باتجاه غرب يعني غرب مدينة رفح يعني في واقع الحال إجبارهم على الفرار باتجاه مصر، أي باتجاه شمال شرق سيناء، وهي المنطقة المقابلة لغرب رفح، والتي تعتقد إسرائيل أنها المنطقة الملائمة لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سوف يهجرون قصرا من قطاع غزة. هذا سيناريو وهو المفضل، ولكن ليس بالضرورة أن يتحقق ذلك، فلا زال يعني نحن لم نرى أي فلسطيني يقف على بعد يعني عشرات الأمتار من الحدود المصرية يحاول أن يقفز على سبيل المثال باتجاه مصر. حتى الآن الفلسطينيون بالعكس يحاولون أن يعودوا إلى يعني المناطق سكناهم حتى في غزة وفي شمال غزة، وبعضهم تعرض للإعدام يعني وهو يحاول أن يعود إلى سكنه حتى ولو كان يعني مجرد أنقاض. هذا يعني عامل حاسم في تمسك الفلسطينيين رغم كل يعني هذه عمليات الإبادة التي نشهدها وحرب التجويع، لا زالوا يتمسكون بوطنهم. ثانيا، المقاومة لا تزال تقدم أداء يعني يدهش الإسرائيليين قبل أن يدهش العالم، هي بأدوات بسيطة توجه ضربات وخسائر كبيرة، وهذه الخسائر إذا ما تعاظمت سيكون لها تأثير في على الداخل يعني الإسرائيلي الذي لا يزال يعني مصاب بلوثة من الهوس والجنون باستكمال العملية العسكرية وقتل المزيد يعني من الفلسطينيين. عقلية ثأرية انتقامية نراها بشكل سافر في قطاع غزة، وتنتقل أيضا إلى الضفة يعني الغربية بالعمليات التي نشهدها بالتحريض المتواصل على قتل الفلسطينيين، وحتى مسح يعني مسح مخيم جنين وغيره يعني مما نسمعه يعني على ألسنة الإسرائيليين. لذلك أعتقد أن العوامل الأخرى، عوامل الضغط الخارجي وخاصة الضغط يعني الذي يجب أن يكرس على الولايات المتحدة لإجبارها على التراجع وفضح يعني مدى العزلة التي يعني نراها، وإفشال أي محاولة أمريكية لإعادة يعني جذب أو استقطاب دول كانت تقف إلى جانبها ومن ثم حاولت التميز عنها، وأعني بذلك يعني دول مثل بريطانيا وألمانيا تحاول الولايات المتحدة الآن أن يعني تستقطبهم مرة أخرى لدعم يعني العملية العسكرية بشكل أو بآخر. كل ذلك ما بات مطلوبا الآن، لأن توليد هذه العناصر والعوامل الضاغطة هي التي يعني تجبر إسرائيل على التراجع في عملياتها العسكرية وعلى قبول وقف إطلاق النار. ويبقى العامل الأخير هو ضرورة انتباه المقاومة الفلسطينية إلى عدم الوقوع في فخ
الهدن الإنسانية مرة أخرى، تم تجريب الهدن الإنسانية وأفرج فيها عن يعني بضعة عشرات من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، ثم شهدنا اندفاعاً أكثر شراسة في العدوان على قطاع غزة. المعادلة الآن يجب أن تكون، لا يمكن أن يتم الإفراج عن 30 إلى 40 أسيرة أو أسير أو محتجز لدى المقاومة مقابل إبقاء 2 مليون و300 ألف فلسطيني رهائن للموت وللتجويع في قطاع غزة.